يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدينا مسجد في الحي، وبنينا بجوار المسجد غرف لمدرس، وبنينا بجوار المسجد غرفا لمدرس القرآن للحلقة، قد جعلنا كهرباء هذه الغرف وأخذناه من عداد المسجد فسكنها هذا المدرس، سؤاله: هل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء، لأن هذا تابع للمسجد، هذا تابع للمسجد، له حكم في الصرفية، حكم المسجد. نعم.